الزمالك طبعا هجوم المعسكر على طول بيبقى فيه فصل طبعا حته ان يبقى فيه اي حاجه خاصه بالناديين، لان المجموعه اللي موجوده معانا مجموعه مميزه جدا طبعا وعندها خبرات، وفي نفس الوقت كل التركيز زي ما بقول في المباريات القادمه. بالنسبه للجهاد، ما احنا كان طلبنا بتعديل المباراه بتاعت الانجولا دي كان مهم جدا، لكن انت لو قلت لي هل ده وقت كافي؟ هقول لك برضه مش كافي، لكن هي الظروف، انت عارف اجنده وفي اشياء طبعا خاصه بالكوميرشال الاذاعه اللي خاصه بمباراه المنتخبات كلها. طبعا يعني المنافس هقول لكم على شهور، يعني اتفرجت على المنافس صدقوني يعني لشهور طويله جدا، اللي هي ما بين التجمع الاخير والفتره اللي جايه اتفرجت على المنافس كتير جدا انا والجهاز. وفي نفس الوقت يمكن برضو التباعد الزمني ما بين الاجندات في الفتره اللي فاتت كان بيصعب الدنيا جدا، لان في كل مرحله بتلاقي تغييرات كبيره جدا، ده اللي انا يعني لاحظته على فرقه انجولا. وفي نفس الوقت برضه هي ما جت في الفتره الاخيره ما تاهلتش لبطوله الامم الافريقيه، ابتدى يبقى في كم كبير جدا من اللاعبين ما بيجيش. عندنا طبعا تحدي اخر، انتوا لو شفتوا الهيكل بتاع انجولا فيه تغيير كبير جدا جدا جدا، لان المدرب اصلا برتغالي، ويمكن هو عمل حاجة لإحساسه بالمرحلة الأولى إن ممكن يبقى فيه تطوير للمنتخب الأنجولي، فابتدى يبحث عن اللاعبين اللي هما عندهم جنسيتين، الجنسية البرتغالية والجنسية الأنجولية. وبالفعل نجح إن هو يلاقي كم كبير جدا. إحنا لسه امبارح أنا والجهاز والكلام دوت هيبقى مع اللاعبين النهاردة بنتفرج على بعض اللاعبين، يمكن أنا اتفرجت عليهم من فترة طبعا لان كنت بطلب ريبورتات على طول بالنسبه للعيبه الجدد، لكن امبارح الجهاز كله كان معايا واتفرجنا في كم كبير جدا من اللعيبه الجدد مميزين جدا. ناس في ثلاثه بيلعبوا في الدوري الانجليزي، في ناس بتلعب في فرنسا، في ناس بتلعب في البرتغال، في ناس بتلعب في السويد، كل دول عناصر جديده ومميزه جدا. فدي يمكن عامله علينا صعوبات كبيره جدا، مش عارفين الهيكل او الشكل اللي هيبداوا بيه ازاي، لان هيبقى فيه تغيرات. لكن خلينا برضو لازم على الجانب الاخر احنا بنركز في نفسنا، في الفكر اللي احنا هنعمله، في العناصر اللي احنا هنختارها، في طريقه ادائنا، ونحط كل الاحتمالات الاخرى دي، يعني كل الاحتمالات الاخرى دي، وبنتعامل معاها وبنحضر نفسنا على المباراه، وبنتمنى ربنا طبعا يكون موفقنا في اختياراتنا وتفكيرنا ان شاء الله. وجود عبد الله السعيد مهم جدا جدا، يعني انا بقول وجوده مهم جدا، وبنشوف المستوى اللي هو بيقدمه في الدوري المصري، وفي نفس الوقت برضه قفشه بنشوف المستوى اللي هو بيقدمه، والاثنين عناصر مهمه جدا وهنستفيد بيهم، لان عندي مباراتين. وفي نفس الوقت مش معنى كده ان انا بقول ان يعني مباراه هتبقى الواحد ومباراه اخرى الواحد، لا، يجوز جدا ان المباراه الاولى يبقى الاثنين موجودين في الملعب في بعض الاوقات يعني، لكن هم عنصرين مهمين جدا جدا. انت بتتكلم عن عناصر الشباب، ويمكن انا في اجابتي في السؤال الاولاني قلت لا، في عناصر كويسه زي ابراهيم عادل، يعني الشباب زي عمار، في صبري اللي هو اللاعب بتاع بيراميدز برضه ده لاعب واعد، محمود صابر ده لاعب واعد جدا يعني لسه، لكن عشان نتكلم عن المنتخب دلوقتي لا، لسه في وقت وهنتابع ونتاكد ويبقى عندنا مساحه، ولسه في عناصر ثانيه، في عناصر خبره برضه، يعني مش عاوز اتكلم على الشباب بس، لان في عناصر واسماء قديمه موجوده برضه في الدوري المصري ممكن يبقوا موجودين، زي ما شفنا عوده عبد الشافي تاني، لا ممكن نجوم يعني ليهم خبرات وكانوا موجودين في منتخب مصر قبل كده، الباب مفتوح ليهم كلهم يعني. ثواني حتى بس. مساء الخير. معك مالك بداري. اولا انا بحمل لك رساله حب من اهل سوهاج اللي هي بلدي. اهلا وسهلا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والسؤال اللي انا حبيت اساله، مش يعني ايه اللي نفسك تحققه مع المنتخب؟ او ايه اللي انت منتظر انك تحققه مع المنتخب؟ شكرا. يعني في البدايه طبعا تحياتي للاهل السعيد كلهم يعني. كلهم يعني دول ناس غاليين علينا. في نفس الوقت انا باكد ان
يمكن امبارح وانا بتكلم مع اللاعبين في اول التدريب قلت لهم ان البطولات بتبقى كتيره جدا والانديه الكبيره بتحقق بطولات، لكن بعد مرور الزمن خلينا كده نقف مع بعض. لو اتكلمنا جينا نقول دوري مثلا سنه 95 ولا دوري 85 مش هنتذكر مين اللي كان موجود في الوقت ده، لكن لما بنيجي نتكلم على كاس العالم 1990 او بنتكلم على 2018 او كده بنتكلم على طول، لا ده فلان كان موجود وفلان كان موجود وفلان كان موجود. فقلت لهم ما بالكم بقى ان انتوا في ناس عندها فرصه انها تبقى موجوده في كاس العالم تاني، يعني ده تاريخ صعب يتحقق، وفرصه للاعبين اللي موجودين زي الشناوي زي عبد الله السعيد زي حجازي، مش عاوز